أنماط التعلم ده بيؤدي إلى إن بنلاقي فروق فردية عند الطلاب وفي حاجة اسمها الذكاءات المتعددة، في ناس بيبقى عندهم بعض الطلاب يبقى عندهم الذكاء المكاني، الذكاء المكاني ده اللي هو بيقدروا إن هم في أماكن معينة بيقدروا إن هما يستوعبوا بيها معلومات وبيقدروا إن هما ينتجوا ويبدعوا فيها بشكل افضل. التعليم التفاعلي هو اسلوب تربوي دايما بيركز على استعمال انشطه معينه، التعليم التعاوني في مجموعه من افراد او من طلاب بتخلي الافكار بتاعتهم تتطور اكتر وتكون مبدعه اكتر وبتكون فيها حريه اكتر. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ازاي واللي بنقرب فيها اكتر هو اكتر من الاستراتيجيات وطرق التدريس وطرق التعلم اللي موجوده في المدرسه علشان اولياء الامور يكون عندهم فكره اكبر واوسع اولادهم بيعملوا ايه في المدرسه وايه نظم التعليم الحديثه اللي بيعملوها واللي بيتلقوها في المدرسه وانها ما بقتش طرق تعليم تقليديه زي اللي كانوا متعودين عليه لما هم نفسهم كانوا طلبه صغيرين في المدرسه. نفتكر في حلقه سابقه كنا اتكلمنا عن انماط التعلم وقلنا ان في انماط عديده للتعلم وبتفرق الاطفال عن بعضهم لبعض وفي طريقه استيعابهم للمعلومه وفي طريقه رد الفعل بتاعهم لما يتعلموا حاجه جديده. نفتكر ان احنا اتكلمنا عن انماط تعلم اولاد بيبقى عندهم نمط بصري يعني يحبوا دايما ان هم يتلقوا معلومات بان هم يتفرجوا على فيديو او يشوفوا حاجه معينه قدامهم اولاد تانيين بيكون عندهم النمط السمعي اكتر يحبوا ان هم يتعلموا مثلا لغه جديده او حاجه جديده من خلال ان هم يسمعوا مقطع سمعي في اولاد تانيين يحبوا ان هم حركيين يحبوا دايما ان هم يكون في انشطه تفاعليه او شغل بيعملوه بايديهم طول ما هم بيتعلموا لان ده بيزيد من استيعابهم للمعلومه الجديده اللي بيتعلموها وقلنا برضو ان في اولاد تانيين نمط اجتماعي اللي هم يحبوا دايما ان هم يتعلموا في خلال وفي وسط مجموعه من الطلاب والدارسين وانهم ما يحبوش ان هم يتواجدوا في مكان لوحدهم يعني برضو لما يبقوا قاعدين بيذاكروا في البيت يحبوا ان هم يقعدوا في وسط مثلا مجموعه او يحبوا يذاكروا مع اصحابهم يعني بت... 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 بتنطلق الافكار بتاعتهم بشكل اكبر وبشكل اوسع لما يكونوا في وسط مجموعه. وعلى العكس في اولاد بيكون نمط التعلم المفضل عندهم هو النمط الفردي يعني يحب كده يعمل ريسيرش لوحده يحب ان هو يركز لوحده يقرا حاجه لوحده مثلا ويبتدي ان هو يتفاعل معاها وغيرها انماط كتيره اتكلمنا عليها المره اللي فاتت طب ليه احنا بندرس قلنا انماط التعلم دي يعني احنا مش مفروض ان اولياء الامور كلهم يكونوا معلمين او كده ولكن احنا الهدف الرئيسي بتاع البرنامج بتاعنا ان احنا عايزين ناخد معانا اولياء الامور لاجواء المدرسه ونعرفهم اولادهم بيدرسوا ازاي والمدرسين ايه طرق التدريس الحديثه اللي بيدرسوها وليه لما المناهج اتغيرت اتغيرت بالشكل ده اللي مخلي ناس كتيره جدا حاسه بالقلق وحاسه ان هي مش مرتاحه الموضوع ما بقاش زي زمان المدرس بيدخل ويدي الدرس بشكل كده تلقيني وبشكل ان هو ليكتشرنج للستودنتس او زي ما بنقول بيعلم الاطفال بشكل ان هو بيحاضرهم والاولاد يردوا على قد السؤال وفي الاخر نرجع البيت نحفظ الدرس ونحل الاسئله اللي عليه والاسلوب النمطي ده الموضوع بقى غير كده خالص الموضوع بقى في تعليم تفاعلي كتير جدا وفي طرق تدريس حديثه ومتنوعة علشان تكون بتحقق الهدف لكل الأنماط المختلفة التعليمية للأطفال دول بحيث إن هم لما يستوعبوا المعلومة هيستوعبوها بطريقتهم فمن ضمن الحاجات اللي احنا برضو بنتكلم فيها إن اختلاف أنماط التعلم ده بيؤدي إلى إن بنلاقي فروق فردية عند الطلاب وفي حاجه اسمها الذكاءات المتعدده. الذكاءات المتعدده دي زي ايه؟ بنلاقي مثلا ان بعض الاولاد عندهم ذكاء موسيقي، يعني دول بقى اللي ما شاء الله بنلاقيهم موهوبين وبنلاقيهم بيطلعوا بقى ناس موسيقيين وناس مثلا يحبوا يتعاملوا مع الموسيقى، وهتستغربوا قوي ان مثلا يقولوا لكم احنا بنحب نركز لما نبقى بنسمع موسيقى. او تلاقي عندهم زي ما بنقول اذن موسيقيه اول ما يسمعوا مثلا حاجه يدندنوا كده يقدروا ان هو يجيبوا اللحن بتاعها ويقدروا ان هم يعزفوه على طول على الاله اللي بيقدروا ان هم يتعلموا عليها. حاجه تانية مثلا في ناس بيبقى عندهم بعض الطلاب يبقى عندهم الذكاء المكاني. الذكاء المكاني ده اللي هو بيقدروا ان هم في اماكن معينه بتديهم مثلا الهام معين او طريقه تركيز معينه بيقدروا ان هم يستوعبوا بيها معلومات وبيقدروا ان هم ينتجوا ويبدعوا فيها بشكل افضل. في كمان الذكاء اللغوي طبعا ويمكن معظمنا نتفق على ان كتير جدا من البنات نلاقيهم متفوقين في اللغات عن الاولاد. الأولاد الشباب بنلاقيهم مثلا ممكن يكونوا متفوقين في المهارات الحسابية والرياضية والميكانيكية والعلوم لكن البنات دايما تحب تدرس اللغات وبتتفوق فيها جدا ولكن طبعا ده يعني مش, مش قاعدة عامة ولكل قاعدة شواذ طبعا ففي برضو أولاد بيكونوا متفوقين جدا وده بيكون عندهم الذكاء اللغوي اللي هو مش بيتعلم اللغه حاسس ان هي حاجه تقيله عليه، لا بيتعلمها باستمتاع وهو عنده بيقدر ان هو يلقط ان هو ينطق اللغه بشكل يعني زي الاشخاص مثلا النيتيف او اللي جايين من نفس الدوله فده بيبقى عنده ذكاء لغوي وفي طرق تدريس محدده بتكون بتخاطب نوع الذكاء ده. في ذكاء تاني برضو اللي هو الذكاء الاجتماعي ودول بقى الاولاد اللي دايما بنلاقيهم ان هم يطلعوا يشتغلوا بقى في البيزنس وفي العلاقات العامه لان هم عندهم ذكاء اجتماعي بيقدروا ان هم يتعاملوا مع الناس بشكل كويس جدا بيقدروا ان هم يخاطبوا كل حد على قد الاسلوب اللي هو بيتعامل معاه يعني بتبقى شخصيتهم شخصية بالانست وشخصية متزنة وكويسة جدا وبتؤهلهم لأنهم يتخصصوا بعد كده في مجالات معينة حاجة كمان مثلا اللي هم بقى الناس اللي عندهم الذكاء الجسدي والحركي ودول بقى أبطال الرياضات والأبطال طبعا اللي بنفخر بيهم في أي بطولات بتكون بتمثل بلدنا ودول بيكون عندهم الذكاء ان هم بيقدروا دايما يلتزموا بالتدريبات الرياضيه بتاعتهم وبيحسوا ان هم تفوقهم الرياضي ده بيؤدي ليهم بنجاح وبيبقى عندهم احساس بالمسؤوليه ان انا لما مثلا بخرج في بطوله معينه زي ما شفنا مثلا في البطولات الاخيره في دوره الالعاب الاولمبيه ما شاء الله بنات وشباب كانوا بيمثلوا مصر وكان فعلا عندهم الذكاء الحركي والجسدي والاجتماعي كمان ان هم بيتعاملوا باشكال مختلفه مع كل الناس سواء داخل بلدهم او حتى لما بيخرجوا منها. الحاجه كمان ان بيبقى فيه برضو الذكاء المنطقي او الرياضي اللي هو زي ما بنقول عليهم دول بيبقوا أكتر ناس بقى بيحبوا يتعاملوا مع الأرقام ويتعاملوا مع المساحات ودول بقى اللي بيبقوا دايماً تلاقيهم يتخصصوا على إنهم يكونوا مهندسين ويكونوا محاسبين ويكونوا ناس كده بيقدروا إن هم يعني موضوع الحسابات ده عندهم شغف وليس زي ما كتير مننا مثلاً ممكن يلاقوا آه إن مادة زي مادة الرياضيات أو الماث مادة مثلاً معقدة أو تقيلة بالعكس هم بتلاقيهم واخدينها بشغف وبحب وبيبدعوا فيها بشكل كبير جدا طيب ده يقودنا للموضوع الرئيسي بتاعنا النهاردة إزاي نعرف أساليب أكتر عن التعليم التفاعلي في الفصل وإزاي بيتطبق يعني إيه تعليم تفاعلي في الأول وليه إحنا كأولياء أمور أو أباء وأمهات يعني نعرف حاجة عن التعليم التفاعلي إحنا مش مدرسين زي ما قلنا احنا عايزين نعرف اكتر عن التعليم التفاعلي علشان نعرف ولادنا لما بتروح المدرسه وبيرجعوا مثلا ما معهمش الا ورك شيت واحده او يعني حاجه صغيره جدا ان هم يعملوها ولما نقعد نسالهم يقولوا احنا النهارده عملنا تجارب وكنا بنلعب وعملنا مجموعات وييجوا اولياء الامور المدرسه ويقولوا ايه ده؟ الولاد دي بيقولوا ان هم لا كتبوا ولا عملوا ولا ولا خدوا واجبات الا حاجه بسيطه، هو انتوا يا جماعه احنا دافعين المصاريف دي كلها علشان الولاد يقولوا احنا بنلعب؟ لكن ولي الامر لو قعد يعني مع كده ابنه وبدا يساله انتوا خدتوا موضوع ايه النهارده؟ هيلاقي الولد يبتدي يتكلم على الموضوع بانطلاق وباستيعاب شديد جدا وبانبهار لانه خد الموضوع ده او اتدرس له في المدرسه من مدرسين مهنيين وذوي خبره كبيره جدا ان هم قدروا يستعملوا طرق تدريس تفاعليه مع الاولاد. فيعني ايه التعليم التفاعلي؟ التعليم التفاعلي هو اسلوب تربوي دايما بيركز على استعمال انشطه معينه واستعمال مثلا اساليب معينه بيخلي الاولاد يتعاملوا في جروب ورك او بير ورك يعني مثلا جروب يكون مكون من اربع طلبه او اكتر بير ورك اللي هو يبقى اتنين مع بعض بيستعملوه علشان يوصلوا لهدف ابتكار اكتر ابداع اكتر انطلاق في التفكير اكتر وفي نفس الوقت بيخاطب عندهم جزئية التيم وورك، جزئية العمل كفريق إن هو بيبقى مهتم جدا على إن هو يطلع أفضل ناتج عنده وفي نفس الوقت بيطلع ناتج للفريق كله يعني هو مش مهتم بإن هو بس مثلا اللي يكسب أو هو بس اللي يجاوب إجابة صحيحة مية في المية لا هو بيبقى مهتم إن الفريق كله اجابتي واجابه زميلي واجابه كل اعضاء الفريق تحقق يعني نتيجه ايجابيه ونتيجه متفوقه في الاخر علشان كده بنلاقي ان التعلم التفاعلي ده في نفس الوقت بينمي شخصيه الاولاد بينمي شخصيه الاطفال من وهم صغيرين عايزين نقول ان احنا في ثقافتنا للاسف ما تعودناش على ان احنا نعلم الاولاد كفريق عمل. وهنلاقي دايما ان التفوق عندنا تفوق فردي. يعني مثلا بنلاقي عندنا واحد بس دكتور احمد زويل الله يرحمه، وعندنا واحد بس دكتور مجدي يعقوب ربنا يديله الصحه، وعندنا واحد بس محمد صلاح، تفوق فردي. لكن في دول كتيرة جدا بنلاقي إن عندهم العمل كفريق وبنلاقي فريق معين يمكن لما نتابع مثلا مسابقات توزيع جوائز نوبل بنلاقي إن في جايزة مثلا في الكيمستري أو جايزة في الفيزيكس اقتسموها مجموعة من العلماء لأنهم كلهم اشتغلوا على بروجكت واحد أو مشروع واحد كفريق وكلهم بيساندوا بعض علشان ينجحوا كفريق ويحققوا أهداف ونتائج مبتكرة ومبدعة وكلهم محدش فيهم بيقول أنا اللي عملت ده لوحدي أو يعني أنا الفضل فيه ليا علشان كده بنقول إن التعليم التفاعلي والعمل في مجموعة ده من أفضل الأهداف اللي المفروض إن هي يعني تكون مفيدة لأولادنا في الفترة دي بحيث أن الفكر بتاعهم يتغير هنكمل أكتر شرح وتفاصيل عن أساليب التعلم التفاعلي واستراتيجياته المختلفة بس بعد ما نطلع الفاصل ونرجع لكم تاني اهلا بحضراتكم رجعنا لكم بعد الفاصل علشان نكمل كلامنا عن شرح اكتر لاساليب وطرق التعليم التفاعلي للاطفال في المدرسه. زي ما بنقول ان زمان التعليم النمطي كان بيخلي الاولاد زي الاسبونج اللي بتمتص كل المعلومات اللي بيقولها المدرس باسلوب واحد وبستايل واحد وما بتعتمدش ابدا على الابتكار وال... وروح الابداع اللي ممكن يقدمها الاولاد لكن التعليم التفاعلي على قد ما هو التعبير يبين ان مثلا تعليم تفاعلي ده يعني احنا بنستعمل بقى تقنيات معقده جدا او كده الا ان الكلام ده مش سليم التعليم التفاعلي يعني معناه ان الاولاد بتكون بتخرج مهارات اكتر وبتبدع في طريقه فكرها وبتفكر بحريه والمدرس بيبقى مجرد ان هو بيرشد الطلاب لافضل الاساليب وافضل الطرق اللي بيستعملوها علشان تخلي الاستيعاب بتاعهم لموضوع الدرس يكون اسرع ويكونوا بيتعلموا وهم مبسوطين. خرجنا ورحنا قابلنا احد خبراء التعليم التفاعلي والمهارات التعلم وعايزين نسمع رايها عن موضوع التعليم التفاعلي وانواعه وانماطه وازاي بياثر في شخصيه الطفل وبيأثر كمان في اسلوب استيعابه، معاكم استاذه سماح غازي هتكلمنا اكتر عن الموضوع ده وهنرجع لكم تاني. الأول أعرف المنظومة بتاعتي أطرافها إيه؟ معلم ومتعلم والمادة التعليمية والأسلوب. لو أنا عرفت كمان أنماط التعلم عند الأطفال لأن لازم أبقى عارف إن هو ذكاءات متعددة، أطفالنا مش زي بعض ومختلفين، فلو غطيت أنماط الذكاءات المتعددة سواء سمعي حسي, حسي حركي غطيتها وأنا بشرح واتبعت اسلوب لطيف و... وسريع وما بياخدش تايم كتير، الطريقه في التقديم بتفرق كتير. لما اجي اي 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 موضوع في الدنيا بدأت ازاي؟ اول ما بدات هو ده اللي طبع في ذهن الطفل. البدايه بتاعتي. يعني مش ممكن افضل زي زمان اقول ايه ابل و... وريبيت مش هينفع مش دي الطريقه. اطفالنا مختلفين عننا في زمن غير زمنا. وهو ده اللي بيخلي اولياء الامور بعاد عنه لانه هو لسه محكوم في كونفورت زون قديمه مدرسته كان شكلها ايه طريقه التعليم كانت شكلها ايه لكن دلوقتي الدنيا اتغيرت جدا وبسرعه قوي وابنه اسرع منه لما بنيجي نقدم للطفل اي معلومه في الكون هي مش مقتصره على حروف وارقام اي معلومه في الكون حتى لو كانت السولار سيستم آه، والطفل سنه كيجي وصغير وبره بيعلموا الولاد كل الحاجات دي في سن صغير احنا ليه متاخدين انهم بيدرسوها في برايمري المهم طريقه لما قلت لحضرتك المعلم والمتعلم والمحتوى والاسلوب يبقى الاسلوب يفرق كتير لو اديتها بطريقه مناسبه تغطي كل انماط التعلم سواء سمعي او حركي او بصري وات كان نوع التعلم ايه انا كده هبقى ايه حققت الهدف طيب البرين ستورم مع الاولاد ايه ده معقوله يتعمل في كي جي اه طبعا امال انا هقول له بي بات نو انا هقول له كائن مثلا بياكل فاكهه بينام على الشجره متعلق لفوق علشان ما يهضمش الاكل بسرعه كذا 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 هو اول ما عمل كده هو ابتدى يسمع اتركزت المعلومه خد معلومات جديده هي مش في المنهج هي انا هدي ليتر بي لكن في الاخر المعلومه سبتت ولتر بيتاخد كده يعني مش الفوكس على اللتر نفسه على كم النولج اللي بنديها للطفل واحترام عقله طلبي من اولياء الامور انهم يشتغلوا على نفسهم ويطوروا مع اولادهم وكلنا لما بنجيب ولادنا حتى لو ما كناش ما كناش دارسين تربيه او اساليب او 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 بنتعلم في أولادنا اعمل اللي عليك وما تختارش طريق ابنك هو هيختاره بايديك عايزين نبتدي نعرض لكم ايه هي عناصر التعليم التفاعلي. عناصر التعليم التفاعلي هم خمس عناصر. التفاعل المتبادل وجها لوجه والمهارات الاجتماعيه والمسؤوليه الفرديه والاعتماد الايجابي على المجموعه وكمان قد ايه دور المجموعات الدراسيه بيكون مهم جدا. طيب استراتيجيات التعليم التفاعلي بتتركز على ايه؟ احنا لقينا ان من ابرز الاستراتيجيات اربع نقط. النقطه الاولى هي التعليم التعاوني وهو زي ما قلنا ان التعليم التعاوني في مجموعه من افراد او من طلاب بتخلي الافكار بتاعتهم تتطور اكتر وتكون مبدعه اكتر وبتكون فيها حريه اكتر. من ان لو اعتمدنا على كل واحد مثلا عنده فكره معينه وفهم معين فردي الحاجه الثانيه طبعا واللي هي اللي بقت دلوقتي في كل بيت من ساعه طبعا الجائحه اللي كانت من سنه ونص دلوقتي ومستمرين فيها ربنا نسال الله السلامه وهي التعليم الالكتروني والتعليم الاونلاين طبعا فالتعليم الالكتروني دلوقتي بقى من اكتر الحاجات اللي مستهدفه دلوقتي في كل المدارس وبقت بتقاس يعني قد ايه مدرسه التعامل بتاعها والاسلوب بتاعها افضل من مدرسه تانية بقد ايه هم بيستخدموا تقنيه التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد وان هم يعرفوا الاولاد دايما ان هم ازاي يتعاملوا بقى يعملوا سيرش على الانترنت ويجيبوا معلومات لوحدهم ويقدروا ان هم يكونوا بيعتمدوا على نفسهم في انهم يحصلوا مفاهيم معينه ومجرد بالرجوع للمدرسين في حاجات بسيطه جدا ان هم يسالوهم فيها. الحاجة الثالثة والمهمة جدا برضو اللي هي العصف الذهني أو البرين ستورمينج. البرين ستورمينج ده بيعمل إيه؟ بيدخل مثلا مدرس يقول لهم احنا هنتكلم النهارده عن موضوع ما وبيبتدي يعمل حاجه اسمها زي ويب شارت كده او يعني زي شبكه عنكبوتيه وبيكتب الموضوع الرئيسي في النص وبيتجه منه ازرع مختلفه وهي دي اللي بيبتدوا الاولاد ان هم يقولوا كل الافكار عصف ذهني اي فكره ان هي جت على بالهم ريليتد او مرتبطه بالموضوع الرئيسي فبيبتدوا الاولاد يعني انا كحد كنت قبل كده يعني ومدرسه كنت فعلا وانا بحضر الدروس بتاعتي كنت ببقى مخططه ان الدرس هيمشي في سياق معين ولكن لما كنا بنعتمد اسلوب العصف الذهني بنلاقي الاولاد بيطلعوا بافكار وابداعات ما كانتش تخطر على بالنا وبنلاقي ان موضوع البحث وصل ليعني ديتيلز او تفاصيل كتيره جدا احنا نفسنا يمكن ككبار او لاننا اتربينا ترد... باسلوب تقليدي كان آه بياخدنا دايما لسياق معين فبيبين الموضوع بشكل تقليدي الحاجة الرابعة واللي هي بقى بعد التعليم التعاوني والعصف الذهني والتعليم الإلكتروني اللي ممكن ناخد منه مصادر من الإنترنت هو الاستنباط اسلوب الاستنباط يعني أنا بعرف معلومات كتيرة جدا من خلال بقى سيرش أو من خلال يعني تعاوني مع مجموعة معينة أو من خلال إرشادات للمدرس لينا وبنبتدي ان احنا نستنبط نتيجه معينه بنوصل ليها للاخر والاستراتيجيه بتاعه التعليم التعاوني دي بتتميز بان بيبقى فيه زياده معدلات تحصيل واستيعاب للدرس او للموضوع اللي بيتم مناقشته بشكل افضل من التعليم الفردي الحاجه التانية ان ده بينشئ علاقات ايجابيه بين الاولاد وبين بعضها فاكرين لما كنا اتكلمنا قبل كده عن ظاهره التنمر اللي بقت موجوده في المدرسه وظهرت كتير جدا السنه دي وقلنا ليه لان الاولاد افتقدوا ان هم يتعاملوا مع بعض خلاص بقوا قاعدين في البيت وكل واحد قدامه الهوم بتاعه او مثلا الموضوع اللي بي اللي بيحله وخلاص ما بقاش بيتعامل مع زملاء تانيين فلما رجع المدرسة بقى الموضوع ده محتاج شوية وقت علشان يتقبل ان هو يرجع يتعامل مع مجموعة دراسية تانية اولياء الامور ممكن يسالوا ويقولوا احنا ليه برضو شاغلين نفسنا في تفاصيل دقيقه جدا جدا وشايفين ان هي يعني تمس مثلا المدرسين او تمس الطلبه اكتر من ان احنا تمسنا كاولياء امور انا كل اللي يهمني ان ابني يرجع من المدرسه متعلم الدروس بتاعته وما يرجعش يقول لي ان انا لسه مش فاهم وعايزك ان انت تبتدي تشرح لي وانا حد مش متخصص لكن احنا افتقدنا نقطة مهمة جدا ان الأولاد يرجعوا مستوعبين الموضوع بشكل يعني كويس جدا، وهم في نفس الوقت مبسوطين ان هم اتعلموا ده، وبيقدروا ان هم يطبقوا ده على حياتهم، وممكن نلاقي الأولاد جايين يقولوا لنا يا بابا أنا اتعلمت مثلا في درس التاريخ ده عن مكان معين، ممكن تاخدني توديني المكان ده أزوره؟ او اتعلمت ان في ظاهره جغرافيه معينه بتحصل في المكان ده ممكن ان انت تخليني اروح اشوفها الفايده الثالثه كمان ان احنا انا عارفه كويس جدا ان اولياء الامور اول كل سنه ما فيش مدرسه بيرفكت وما فيش مدرسه كل حاجه فيها كامله واولياء الامور كتير أوي مثلا من مرحله لمرحله يسمعوا من اصحابهم او من قرايبهم ان المدرسه دي افضل مثلا في المرحله الاعداديه أفضل في المرحلة السنوية المدرسين اللي فيها متابعين الأولاد الأولاد اللي فيها برضو بيجيبوا درجات كويسة بيطلعوا شخصياتهم كويسة جدا فيبتدوا إن هم يفكروا إن هم ينقلوا أولادهم لمدرسة تانية طيب إحنا لما نعرف بقى الحاجات بتاعة التعليم التفاعلي وأساليب وطرق التدريس الحديثة هي دي اللي هتفرق معانا في بحثنا من مدرسة لمدرسة المدرسة الجديدة اللي احنا عايزين نودي أولادنا فيها بيبقى فيها المفروض ندور على عشر معايير لجودة طرق التدريس من العشر معايير دي زي ما احنا شايفين دلوقتي عندنا على الشاشة الرسم التوضيحي ده من العشر معايير دول لما نتكلم على هل المدرسين اللي موجودين في المدرسة دي مهيئين ومدربين بشكل يعني مهني كويس جدا هل في وضوح وحسن القاء للطرق التدريس اللي بيتم تناولها من المدرسين للطلاب هل في على كافه الظروف وكافه الاوقات سواء في امتحانات او سواء في تغيير في المناهج هل بيبقى يكون في مسانده كافيه ودعم كافي من المدرسين للطلاب وان هم ما يحسسهمش ان الـ المناهج الجديده دي حاجه بقى يعني غريبه وما اتشرحتش ومحدش عارفها قبل كده او اتدرب عليها لكن لازم يكون في دعم كافي علشان نساند الاولاد ان هم يجتازوا المرحله دي هل دايما المدرسه دي بتعتمد على التخطيط ولا بنلاقي فجاه طلعوا قرارات وهم مش مدروسه القرارات دي ومش عارفين هي النتائج بتاعتها هتكون ايجابيه ولا سلبيه فنبتدي ان احنا نعرف ان ده برضو معيار مهم جدا لجوده طرق التدريس وزي ما بنقول برضو هل بتتنوع الاساليب بتاعه التعليم التفاعلي من المدرسين للطلاب ولا هل في نهج معين بتنتهجه المدرسه وما بتغيروش يا اما كل التعليم اونلاين يا اما كل التعليم تقليدي ولا في اساليب متنوعه بينتهجها المدرسين وتنتهجها سياسه المدرسه. هل بيبقى في فعلا اعطاء فرص حقيقيه للمتعلم علشان يبدع وعلشان يبين المهارات اللي هو المفروض ان الشباب والمفروض الاولاد في السن ده تكون عندهم مهارات بتزيد وبتتطور مع تطور سنهم ولا بيفضلوا مجرد زي ما بنقول سبون فيدنج هم بيسقوهم معلومات معينه وعايزينهم بس يمتصوها وخلاص. كل دي بعض من العشر معايير اللي لازم اولياء الامور يحطوهم قدامهم لما يجوا يختاروا مدرسه لاولادهم. اتمنى تكون الحلقه دي حلقه مفيده ليكم وتكونوا عرفتوا اكتر عن مدارس اولادكم بيحصل فيها ايه علشان تكونوا اكثر ايجابيه واكثر يعني تعلم لكل اللي بيحصل مع اولادكم وتشجعوهم في العمليه التعليميه دايما. اشكركم والقاكم قريبا في حلقه قادمه ان شاء الله.